قبل الفاصل من ابي الهير ستايلست الشهير جو راعد يلي دخل مؤخرا عالم الغناء والموسيقى من خلال اغنيه نظره منك وعم بحضر حاليا لعمل جديد نتعرف عليه اكثر بالفقره التاليه. نجم جو راعد اهلا وسهلا فيك بباب اب عبر ال بي سي وقنوات رتعنا. أنا بحبك وبحب برنامجك كثير على فكرة ولا مرة طلعت معي. فأول شيء أنا قبل روتانا ومحبتي لروتانا صعبة الوصف، لكن أنا بدي هني روتانا فيكي قد منك لذيذة وقد هيك كول بالبرنامج فكتير حلو. بقول لك ثانك يو كثير كثير عن جد. ميرسي يا نظرة منك والسلام رجعتي مش عارف أنا روحي راح مني عندك عقلي تهمني الكلام. جو اخذت ستيل خاص فيك على صعيد الغناء وحتى تصوير الكليبات دائما هيك في شيء سبيشل لجو خبرنا اكثر هل انت قصدت هالشيء انك تصنع هالايمج او هيك؟ انا كل عمري بشبه حالي ما بحياتي حتى بمجالي كل عمري ستيلي بيشبهني فانا لما قررت غني وطبعا كان الفضل لربي ومن ثم لماجد ولشركه روتانا 9 قنوات روتانا اللي اهتموا فيي وتبنوني واطلقوا اغنيه نظره منك والسلام وهلا حتى انا بشهد لك بنشوفها عندهم فهيدا كله اجى بصدق انا قدمت حالي مثل ما انا وخليت الموضوع الناس اذا حتحبني يا ما تحبني الحمد لله فول حفلاتي وسفراتي وكل شيء تمام وعم بشتغل لسلم ان شاء الله الالبوم لسلمه باول صيفيه لروتانا ان شاء الله. مع مين تعاملت من شعراء وملحنين؟ تعاملت مع كثير، تعاملت مع محمد رحيم، محمد يحيى، نبيل ابو عبده، يحيى الحسن، وسام غزاوي هو عم يعمل كل التوزيع تقريبا اكثر توزيع الاغاني، مدحت خميس اللي كان وجه خير علي عمل لي نظره منك هلا عم يعمل لي كمان اكثر من اغنيه، كثير تعاملت مع شعراء يعني فيصل الراشد الفنان الكويتي عمل لي اغنيه يا بنات يا بنات، يعني عندي اعمال كثير. وشو الاغنيه اللي حتتصور قريبا على طريقه الميوزك فيديو ومع مين رح تتعامل؟ اغنيه اسمها انا عمري وهي يعني مبدئيا هيدا اسم الالبوم، حتتصور بلوس انجلوس بامريكا، الاكيب حيكون فريق عمل يلي عملوا افلام يعني عملوا اهم افلام فيهم استعراض ورقص وشور. ارحمني يا ابن الناس بانش اذية حبك قتلني خلاص خلص علي. جو لكل الاشخاص اللي انتقدتك وما تقبلت فكرة انه جو رعد فنان، شو بتحب اليوم تقول لهم؟ بقول لهم انه انتم بانتقادكم زدتوا شهرتي وبشكرهم علي، هي اولا، واثنين انا دائما بسعى للي ما حبني بسعى انه دائما ارضيهم، لكن بالنهايه هيدا انا وهيدا ستيلي وما في يكون غير مثل ما انا، واللي بيحبوني وبعدهم معي وبعدهم واقفين معي ويوم عن يوم عم بيزيدوا يعني، لانه بالبدايه كان في انتقاد، هلا شوفي الاشياء تغيرت، بقول لهم ان شاء الله تكون عند حسن ظنكم، بحبكم كثير وشوفوني دائما على روتانا مع القمر. ميرسي ثانك يو. كده ببساطة كده، كده ببساطة كده. تابعوا كل اخباري على روتانا بوب اب جو راعد.